طيب سعادة المستشار، ما هي حقيقة الاتصال الذي أجراه بايدن مع رئيس الوزراء العراقي؟ الاتصال أمريكا، أنت لاحظت إعلامها، أمريكا انحازت لجانب إسرائيل 100%، ويعني حاولت يعني تشير أو تجعل من إسرائيل أنها ضحية في هذا في هذه العملية، وبالتالي هذا يبرر أن الانتقام الإسرائيلي قد يكون ذا مديات بشعة صراحة. لكن أيضا بنفس الوقت الإدارة الأمريكية أرادت أن تحصر العملية في المنطقة نفسها في داخل فلسطين المحتلة، وبالتالي يحاولوا أن لا يكون هناك تدخلات من دول عربية أخرى أو قوى سياسية عربية أخرى في يعني توسيع رقعة الصراع. فالأمريكا معلن موقفها أنها ما تريد توسيع رقعة الصراع، المنطقة كلها ما تريد توسيع رقعة الصراع، لكن تريد الوصول إلى حل مرضي على الأقل إنسانيا. يعني أنا أسأل عن حقيقة الاتصال سعادة المستشار، أسأل ما هي حقيقة الاتصال؟ حقيقة الاتصال هو الدعوة. ماذا أراد بايدن؟ الدعوة لأن يعني لا تتدخل دول عربية أخرى، لا تتوسع، لا تتوسع رقعة الصراع على المناطق الأخرى المجاورة. العراق يعرفون فيه فصائل. ماذا كان رد رئيس الوزراء على المقترح الأمريكي بعدم توسيع رقعة الصراع؟ ما قال له لا أنتم شكوا جبتوا حاملات الطائرات وأنتم تبرأتم بالصواريخ والغرب كله مع فلسطين وتطلبون منا وأهلنا يموتون بأن لا نتدخل، ليش ما تبدؤون بأنفسكم؟ ماذا كان رد السيد الرئيس؟ السيد رئيس الوزراء موقفه معلن قبل هذا الاتصال، وبالتالي خلال الاتصال أكيد تكرس هذا الموقف. قبل هذا الاتصال أشار إلى أنه الشعب الفلسطيني مسلوب حقوقه ومحتل أرضه، ولذلك من حقه أن يقوم بما قام به أو أقل على الأقل. نحن صراحة كحكومة عراقية مع الحلول السلمية للقضية الفلسطينية، ومن خلال موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ونطمح إلى إجماع فلسطيني بهذا الجانب. الإجماع الفلسطيني لم يحصل مع الأسف، من بعد 2006 صار خلاف ما بين حماس وما بين باقي أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ومع هذا بقت العلاقات متوازنة. لكن العراق بشكل عام خلال هذه الفترة يطمح إلى حلول سلمية ودبلوماسية للقضية الفلسطينية من خلال المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، من خلال فرص السلام وإعادة أجواء السلام إلى المنطقة. لكن لم يتوصل إلى نتيجة لحد الآن. هناك مماطلة من إسرائيل كبيرة جدا، وهناك أيضا تشجيع ربما من بعض الدول الدائمة العضوية. طيب لذلك موقف رئيس الوزراء معلن أكيد تكرس هذا الموقف المعلن في الاتصال الهاتفي، ولم يخرج عن موقف آخر. طيب أنتم الآن كحكومة عراقية، كما أنت تذكر أنه ليس هنالك إجماعا فلسطينيا في المواقف أو في تحديد المواقف، أنتم تتعاملون مع من الآن؟ مع فصائل المقاومة، مع منظمة التحرير الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية، مع من تتعاملون؟ لا كحكومة عراقية مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأيضا فصائل المقاومة بينها وبين حماس علاقات متبادلة في هذا الجانب. يعني جزء من القوى السياسية العراقية الممثلة في فصائل المقاومة الإسلامية قطعا علاقاتها واضحة وداعمة أحيانا أو متعاطفة، لكن ليس كل القوى السياسية، فقط فصائل المقاومة. قوى سياسية أخرى تتعامل مع الشعب الفلسطيني ككل من خلال ممثله منظمة التحرير الفلسطينية اللي هو ممثل شرعي ومعروف.
السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا ماذا تطلب من العراق لا يقصر في ذلك قطعا.